اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. دكتور اسامه الازهري ابحر بينا النهارده في تاريخ احنا بنقرا في مئات السنين فيما يقرب من ساعه. دي مساله صعبه، ولكن هناك اشارات الى كتب والى علماء والى مراحل تاريخيه بعينها يمكن الرجوع اليها والقراءه. احنا محتاجين نقرا تاني عشان مش هنفهم احنا فين ولا هنروح فين اذا عرفنا ده حصل ليه فيما تبقى. ماذا نقول؟ الله. نرجع مرة تاني، أظن أن احنا قربنا نسيب المشاهدين النهاردة بعد الوجبة الدسمة، أرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله. فنرجع نلخص كل اللي فات علشان الصورة تتضح في الذهن، التفاصيل ما تتبعترش مننا وتؤمر بك يعني. وفي الآخر قبل ما سيب المشاهدين الليلة هأنبه إلى عصارة وصلت إليها بعد هذا التأمل. نعم. في واجب الوقت بناء على اللي فات ده كله، ايه هي اول خطوه يامرنا بها ديننا لنبدا منها ونعيد البناء مره اخرى؟ بس علشان الخص اللي فات ويفضل المشاهد الكريم متواصل مع السياق ما يتوهش منه، احنا قلنا يا جماعه احنا فضلنا ماشيين كامه وحضاره بانتظام، وبدات شمس هذه الحضارة تزداد سطوعا على العالم بسبب العناية الكبيرة والتمويل الهائل للبحث العلمي الذي تمثل في نشاط حركة الوقفيات على المدارس العلمية من أيام الدولة الأيوبية. نعم. أدت إلى أنه المدارس العلمية صارت مستبحرة في القاهرة، صارت القاهرة عاصمة العلم والتعليم في العالم كما يعبر ابن خلدون رحمه الله. حصل كسر فجائي من تحويل وقفيات وتمويل المدارس العلمية الكبرى إلى إلى المجهود للصراع والنزاع بين السلطان قنصوه الغوري وبين الدولة العثمانية الفاتحة في ذلك الوقت. الخطأ في تقدير الأمور وفي تقدير الأولويات وتحويل أموال البحث العلمي إلى المجهود الحربي والعسكري أدى إلى أن شريان الحياة الذي يمد العقلية العلمية قد بدأ يتوقف، بس لأنه في مخزون كبير مش هنقدر نلاحظ أثره فورا، بل بعد 3-4 قرون بدأت فيها الأمة بالتدريج تدخل في غيبوبة معرفية ما قدرتش تفيق منها إلا على مقارع الحملة الفرنسية. في الوقت اللي كان قبيل الحملة الفرنسية كنا قد بدأنا حركة أخرى من استعادة القدرة على الوقوف وصناعة إعادة صناعة حضارتنا مرة أخرى، إلا أن هذه الحركة النهضوية العربية المسلمة النابعة من أعماق الهوية العربية قد أجهضت بالحملة الفرنسية على ما وضحنا. الكلام ده كله أدى إلى شيء يسمى بصدمة المعرفة، كما كتب توفلر كتاب صدمة المستقبل وقدم له الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن الأحداث الفجائية لها صدمة هائلة على الأفراد وعلى العقل الجمعي، على الأمة، على الشعب، على الحضارة كلها، مع ما صنعه الاستعمار من مناهج التعليم والاتجاه إلى العامية ونهب الثروات وكذا، وتأجيج الصراعات الإثنية والعرقية في الأمة علشان كله يبدأ يضرب بعضه ويفضلوا كده دايما في حالة من التناحر والصراع. فين العقل العلمي وفين الأزهر الشريف في كل هذا؟ الأزهر الشريف يجاهد بكل ما يملك أن يظل يحافظ على أصول التراث العلمي ويصنع الرجال بهذه الطريقة. واللي أنا بتأمله أنه كان مدرسة علمية وجدت في الشرق والغرب وطرأ عليها عشر معشار ما طرأ على الأزهر فماتت. نعم. فين دار الحديث الضيائية في دمشق اللي درس فيها النووي والتقي السبكي وابن كثير كبار علماء الأمة؟ استمرت تعيش قرن ونصف وماتت، بقت حتى المكان اللي كانت موجودة فيه في دمشق ما يقول لك كانت هنا، بس ده بقت بيوت الآن ما عادتش موجودة. كان مدرسة علمية في بغداد وفي قرطبة وفي فاس وفي الزيتونة وفي كل هذه المدارس العلمية قد ماتت إلا الأزهر الشريف. 1000 سنة تمر عليه كل هذه العواصف وضيق الشرايين الحياة والأحداث الصاخبة لحد ما يدخل نابليون فيقتل 5 من علماء الأزهر يوميا.
كما يسجل هو في مذكراته. شوف الـ شوف الـ ورغم ذلك بقي الأزهر الشريف. بس احنا بنرصد، ولذلك انا عملت قصيدة في تاريخ الأزهر على لسانه، زي قصيدة مصر تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم، أقول على لسان الأزهر كأنه يتحدث ويقول: كم من مدارس شيدت لكنها بادت، وسبحان الذي أبقاني، فبقيت أشهد فضل ربي أنه كم صانني، ولكم وكم أعطاني، ولسوف أبقى شامخا، والعلم في صحني منير، والشيوخ لساني، ثم الصلاة على النبي محمد ما حنت الدنيا لشجو أذاني. بس كان فين الربط الأخير اللي احنا عايزين نقف عنده؟ طوال تلك الفترة من الصعود والانهيار والحضارة والانكسار، لم يحدث أبدا أن وجد في الأمة الفكر التكفيري، لأن العقلية العربية المسلمة في أشد أوقات سطوعها وحتى في أوقات انكسارها كانت لا تزال تتعامل مع العلم من خلال منظومة علمية متكاملة متوارثة على يد المدارس العلمية الكبرى، عصمت الأمة من التكفير. نعم. إمتى بدأ التكفير يظهر؟ صدمة المعرفة، انهيار الحضارة، لحظة الحيرة والبحث عن هوية قومية أو عربية أو إسلامية، سقوط الخلافة العثمانية بكل ما تلاه من الانقلاب معرفي وتحولات معرفية واجتماعية، فقر كبير أدى إلى ضمور المراكز العلمية الكبرى وما عادتش آثارها ومنتجاتها تصل لعموم الناس. في هذا الجو المعتم المظلم من الفقر والتخلف والانهيار يولد فكر التكفير، الذي يبدأ يدخل فيه من ليس بمؤهل، مع شعور حارق ومؤلم بأنني أريد أن أعتز بديني وبهويتي وبحضارتي، كيف لا يسعفه أحد أو لا يستطيع الوصول إلى من يسعفه، فيبادر هو بتفكيره المختزل في أن يقترح فكرة الصدام أو الدموية أو الجهاد أو التكفير. وقلنا إن مفهوم دار الإسلام ودار الكفر قد انعكست فلسفته في تلك الفترة إلى فكرة صدام الحضارات والصراع المسلح الذي ولد الجماعات الجهاد وترعرع فيها فكر التكفير اللي وجد عند تلامذة سيد قطب وتلامذة. يعني حضرتك بتقول لي أن هذا النوع من التكفير والعنف والقتل اللي ظهر في أفغانستان واللي ظهر في مناطق عدة كان منبعه من مصر؟ منابع مشتركة. نعم. فكر أبو الأعلى المودودي، كتابات سيد قطب، تمثل مورد كبير للفكر التكفيري في المشرق وفي المغرب عموما. نعم. وطبعا المدارس دي ولدت نتائج ثانوية وشخصيات ثانوية في المنتصف. احنا لسه هنوصل لمحمد عبد السلام فرج، ولسه هنوصل لصالح سرية، ولسه هنوصل لتنظيم القاعدة والظواهري والتكفيريين شكر مصطفى، شكر مصطفى التكفير والهجرة طبعا. نعم. فلا يعني شوف حضرتك، مرض ينتج عشرات الأعراض الجانبية التي تنشأ على ضفافه. بس الفكرة التي أريد أن أنبه لها قبل أختم. نعم. بها بعد هذا الرصد والتأمل، لو أنني خيرت وسئلت ما هي عصارة دين الله تعالى والمبدأ الذي له التقديم المطلق والأولوية المطلقة، والتي لابد لنا جميعا بكل أطياف أبناء التيارات الإسلامية وبكل المدارس العلمية الجليلة الكبرى كالأزهر وبكل القوى الوطنية، لو اجتمعنا كلنا وسألنا سؤال: ما هو واجب الوقت الذي لابد لنا جميعا من أن نلتفت إليه بكل قوة؟ سأقول بلا تردد: العمل. العمل. العمل الذي يعني زيادة الإنتاج، التي تعني وجود وفرة، تعني تصدير، الذي يعني توفر العمر السائلة التي يمكن أن أنفق بها على البحث العلمي والمجتمع الفقير المحتار والعشوائيات. يبقى إذن الأصل والبحث العلمي، وهذه وسائل تقود بنا إليه. البحث العلمي قاطرة هي التي تبصر المجتمع بالعلل والإشكاليات في سائر المرافق والمجالات. والفقر. نعم. الفقر هو الداء العضال الذي لا يوجد في أمة إلا ويوجد فيها الفكر المريض. وجاء في الحديث الشريف: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. قيل: يا رسول الله، ويستويان؟ قال: نعم، الكفر والفقر. الكفر والفقر، لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم. لنا عودة ولنا بقية، وأرجو أن هذه أرجو فقط توضيح. كانت الحاجة ياسمين الخيام بعتت لي الحلقة اللي فاتت بس. نعم. بعد ما طلعت على الهواء. نعم. احنا حضرتك ذكرت انضمام فضيلة الشيخ سيد سابق والشيخ الغزالي. الغزالي. نعم.
لم تعقب فقط الشيخ محمد الغزالي، ده قيمة كبيرة خرجوا كلنا نحترمه. طبعا الشيخ فصلوا فصلا من مكتب الإرشاد يعني بسبب يعني رفضهم لفكرة التكفير. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله رجل قامة وطنية كبيرة ورجل صالح ورجل غيور على البلد وعلى الوطن، وهو الذي واجه هذا الفكر. والدكتور محمد عمارة له كتابات كثيرة في مواجهة فكر للتكفير وكذا. والشيخ سيد سابق رجل فاضل من الفقهاء، فلا طبعا يعني وجدوا فترة في هذا المسار، ثم بعد ذلك هو التنظيم هو الذي قام بفصلهم وطردهم، ثم تغير الفكر بعد ذلك تماما. نعم. فتحياتي للحاج ياسمين وكامل الاحترام للشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق. ربنا يخليك. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتني. الله يبارك. ما زال الحديث مستمر، نحن سنصل وهي نقطة مهمة، بدء الجماعات الإسلامية وجماعات مش عارف هي التعبير خطأ طبعا، الجماعات الإسلامية جماعات العنف وجماعات الإسلام السياسي بدأت تظهر في مصر بأفكار سيد قطب والمودودي. هنشوف وصلتنا لحد فين علشان نعرف بعد كده هنناقش هو ازاي انا ممكن اواجه ده وازاي اواجه هذا الفكر وازاي الأزهر بعلمائه اللي كانوا بيتكلموا في الطب والهندسة ودلوقتي بيحرقوا، ازاي نرجع تاني نرجعه ويقوم بدوره، فهيبقى العمل عشان يبقى فيه فلوس علشان نصرف. نورتني يا مولانا. شكرا لك. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، نهاية اسبوعنا اللي كان مزدحم باشياء كثيرة والانتخابات وخلافه. مصر بخير، طول ما انتم بخير تصبحوا على خير.